Good morning, welcome to Vlogmas Day 5 and 6. اليوم هو نهار ريست للبيت كرمال تبلش الجمعة صح لازم ارتب. إذا بتشوفوا وضع البيت هلأ I can't even explain قديش منو مرتب وقديش زعجنا هذا الموضوع. فاليوم هو نهار التنظيف، إذا أنتو كمان لازم ترتبوا This is your sign إنه تقوموا ترتبوا. شي كتير بيساعدني بالترتيب هو الـ 20 minute rule. بحط alarm 20 minutes وبلش رتب وما بوقف until يخلص 20 minutes، وبتفكروا إنه قليل بس عن جد you can do a lot ب 20 minutes. So let's do it. هلا في هالكرسي اللي عليها غسيل خلص من يومين وبعد ما طويته so let's do it. بتعرفوا شو بيذكرني انه طوي غسيل على التخت هيك انا وفلوجينج؟ اما تشامبرلين. next too much information بس لازم اقسم الغسيل. بعد ما جبنا لونجري باسكت فعنا واحدة كتير صغيرة فبيضلهم هيك صرت رح اقسم انت اشوف شو اللي عايز اكتر شيء يتغسل اي لون. بابي اسود دايما اسود لانه باسم كتير بلوس الوان غامقة. بدكم اعطيكم كورس غسيل اوكي اسود بيربح ابيض stay here for now. خلصنا من كل الاوضة باقل من 20 minutes. قد ايه بعد فيه؟ ب 16 minutes خلصنا. اوكي بما انه ما خلصوا ال 20 minutes رح اعمل هيدي البارت كمان and then we'll take a break. صار وقت البريك. بحب انا ما بشرب كوفي اوبس اكل سيريالز من الصبح لبسه بشارع ومش منتبهه كوفي. باي ذا واي ما بعرف اذا قلت لكم انه عندكم ديسكاونت 15% اذا بتطلبوا من جلو بارادايس اب بستاند كود جوا 15. This looks like an ad. It's not. Also باسم عمل الجلي so بنقول ثانك يو لباسم. من بعد البريك بنكمل هون وبعد في ماي روم اللي هي ذا هول مس. مش معقول يعني انا ولا مره قلت تكون هالقد مفشكل خربانه عن جد. يلا بريك تايم. اوكي البريك ما كان بريك قصير تروقت حضرنا تي في انا وباسم اتغدينا وصارت الساعه 3:30 بس انا قلت ما بدي اخلص نهار قبل ما اعمل هيدي الاوضه لان هذا اكثر شيء زعجني بالبيت. اذا بتشوفوا I'm what's happening here it's not okay we need to fix that. اللي مش حلو انه بعد ما ركبت رفوف وجوارير صرح يضل هيك فاضي وفي كتير غراض فيني احطهم هون بس ما فيني هلا لان ما في رفوف. خلينا رتب الموجود. كان امبارح قصتا وقلت ما بدي البسها وما رديتها محلها صرت رديتها محلها. بتتذكروا بس كان عندي الفوتوشوت هيدا الباك اخذته معي على التصوير كرمال ما احط الكعب وهالاشياء وبعده قاعد هون على الارض. معقول صارت كثير ارتب بس بعد في هيدا البارت اللي لي فتره عم باجله اللي هو الجولري لانه كثير مش مرتبين وبضلنا انسى شو عندي. So we're gonna now organize it all. probably الأوضة منا كتير فارقة عليكم بس كتير فارقة علي لأن حاسة إنه كل شيء مرتب. اللي رح أعمله هلا هو إنه جرب شحل شوي تيب لأنه I have so many clothes أكيد ما حألبس كل شيء. إذا فكر إنه معقول ألبسها مرة واحدة رح أتخطيها. We'll see. Okay شلنا 1 2 3 4 5 6. في منهم كتير حلوين مثلا هيدا البليزر لبسته كتير وعندي شي 100 بليزر أسود إنه I don't need any more. هيدا الكيس كله غراض بدي either أعطيهم أو بيعهم so رح أحكي مع كاموا إذا بتعرفون على انستغرام وشوف إذا بدهم إنه أعطيهم تيابي وإذا إيه ببقى بخبركم later وبتفوتوا فيكم تشتروا مايكروز. باي. جود مورنينج اتس ذا نيكست داي. اليوم انا وباسم عندنا برمي اول داي ف ليتس جو. فيرست ستوب قررت انه ورا التخت عندنا على بالي اعمل وول بيبر سو جينا على محل اسمه ميلكي هوم. جارتنا اللي هي طلعت انه بنعرفها من قبل ما ننقل يعني هي قالت لنا عنه هي عامله عنده وقال كثير منيح سو we're gonna check the options. احنا لانه هيك كتير ابيض حاسين لازم نزيد شوي حركه قررنا نعمل ورا التخت هيدا الشيء كمان نطرش هيك اهيان هون مبينه اكثر هي شوي على اخضر مش كتير مبين انه فيه هيك touch of green مش مبينه كتير هون
بس this is gonna be behind our bed. رح ناخد هيدا لأن هيداك مش موجود طلع إنه ما في ستوك. رح نشوف هلا إذا هيدا في ستوك. أوكي خلاص confirmed. رح ناخد هيدا رح يكون ورا التخت. بس يتركب يبين أغمق شوي بس by the way. أنا بدي يكون غامق لأن شفت فيديو على انستا. رح أحط لكم إياه بالديسكربشن لأن لازم تحضروه بيقنعوكم إنه لازم تكون الأوضة غامقة. بفتكر نسيت لكم شو اسمه المحل. اسمه ميلكي هوم. شوت اوت لكاريل. شوت اوت لكاريل وان اوف ماي فولورز طلعت انه بتشتغل هونيك ساعدتنا وخلت انه هي ساعدتنا نروح لعندهم عندهم شوا كثير كبير. اوكي مهلين بين كثير دعايه. اولسو هلا رايحين محل اسمه ابو الشبكه كرمال نجيب تحت السبان هيك مثل بانيه مثل سله حتى نحط السبان بقلبها. ما انا اكيد انه حنجيب لانه باسم مش مقتنع نجيب بس اذا طلع في اوبشن حلوه وي ويل جيت. شو هلا صاروا عجبينا؟ هيدي الروج حلوه. اه هيدي الروج حلوه. في هول الاوبشنز رح فرجيكم اياها. باسم حبها كثير شيء بس انا ما حبيتها. اوكي قررنا ناخذ هيدا. سيلفر بيرفكت. جبنه حلوه طلعت. انا حبيتها. اوكي ما كان بدك بالاول. كان بدك سله بليز. شوفوا شو جبنا. ما سله هيك قصدي انا. ما لا سله ما اسمها سله صراحه. اللي فرجيتك اياها حبيتها انا على تيك توك. لنا سله. قلت سله بتيجي خشب هيك سله تبع السمك انا براسي. لا ما شوفوا فرجيهم فرجيهم على الكاميرا. شوفوا شو جبنا. هي سله بليز. انا ما قصدي سله. انا هيك كان قصدي بس انت ما بتفهم علي. وهلا رايحين ناكل. انا مخور عند مائده بجوني. دائما دائما بنروح لعنده تناكل طوق. لازم مائده يعملوا لنا ابون ما انه نحن بنعملهم دائما دعايه. ايه لانه كثير بنحبهم يعني اطيب توم بلبنان بركه بالعالم. اوكي ليتس جو ايت. بس الدجاج تبع باسم فيس تيست قد ايه بتعطيه؟ مليون على 10. انا هلا وصل الطوق. تشيرز. هيدا هيفن بعقد. اذا بتحبوا الثوم كل شيء عم بقوله اليوم بين دعايه. اذا بتحبوا الثوم you have to try مائدة. وصلنا لنجيب زينة كريسمس. هلا نحن ما بدنا نحط بولات ف we'll see what we'll find. ليكن نوت كراكلز حلوين. ما بعرف اذا مبينين عليكم بس كتير حلوين. بس جبنا هول وجبت ريبان فلفت احمر تحطه فوق محل النجمة. رح حط ريبان. وما لحقت صور لكم هيدا الشيء عم نحطه لانه باسم كثير تحمس اول ما وصلنا حتى ما كنت حاطه هون. سو يا بلشنا نحط الاضويه لنتاكد انه هول هن اللي بدنا اياهم. اند ذس از ذا ريزلت. اي لاف ات. رايحه عند اهلي هلا. اند ذس از لوك. ما فرجيتكم الصبح. فير كاجوال. ليتس جو. نسيت صور لكم بس رحت عند اهلي ونسيت صور لكم اوترو. سو ذس از ذا اوترو. ثانك يو سو ماتش فور واتشينج. اذا حبيتوا الفلوج بليز ما تنسوا تعملوا سبسكرايب ولايك اكيد. بشوفكن بعد يومين. باي.